ولتسليط الضوء على العمليات الأمنية التي بدأت لضبط السلاح المنفلت كما تقول الحكومة، والمتزامن مع تظاهرات رفض الثوار للعملية السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم إلى التقرير، انطلقت اليوم عملية أمنية في بغداد والبصرة، وذلك من أجل نزع السلاح المنفلت التي أعلن عنها قبل 5 أيام. أستاذ كامل، ما جدوى تنفيذ العملية بعد الإعلان عنها؟ يعني أليس من المفيد أن العملية يجب أن تجرى بسرية تامة؟ يعني هي بالعموم الحملات هي للدعاية، واللي أنها غير منتجة وغير مجدية لجمع السلاح وإعادة هيبة الدولة. اللي هي أسباب كثيرة، منها أنه القانون مكسور من جهة عدم إمكانية تطبيقه، ومن جهة أنه الجهة المسؤولة عن تطبيقه هي منحرفة عن الالتزام بقواعد قانون حمل وحيازة الأسلحة. حتى في القانون السابق قبل 2017، يعني السلطة القضائية عجزت عن تنفيذ القانون السابق، والقانون الحالي أضاف فئات و شخصيات وانواع حمايات، وحتى موظفين صغار وكبار بامكانهم ان يحصلوا على اجازات عمل وحيازه السلاح. نعم. واستثنوا فئات. اما بعد صدور قانون الحج الشعبي 2016، فالانفلات صار مقيد بموضوع السلاح حتى منه المتوسط والثقيل. نعم. أستاذ كامل، هل إن كنت تسمعني، هل تسمعني أستاذ كامل؟ نعم، واضح. أستاذ كامل، العملية تأتي بعد قرار الحكومة بإحالة بعض الضباط للتحقيق في قتل المتظاهرين. هل هو محاولة لتمرير أدلة براءة المتهمين، خاصة إذا ما علمنا أن الحكومة كانت تتحدث منذ أيام بأن الثوار يحملون السلاح، ما يعني تحت هذا المفهوم أن قتل الثوار جاء دفاعا عن النفس، ما رأيك في ذلك؟ لا، يعني موضوع المحاسبة ومباشرة القضاء بإصدار أوامر قبض على ضباط وقيادات، وحتى سمعنا أو بيان مجلس القضاء بالقديم اعترف بأنه قد حكم على بعض العناصر الأمنية والعسكرية، والآن قرارات جنائية تدقق من محكمة التمييز، وكلها عبارة عن دعاية، لأنه الغاية منها هي التغطية على قيادات الميليشياتية المتهمة باستهداف المحتجين. وإلا وأين القضاء من أيام عبد المهدي وهو أعلن عدد مرات أنه قد شكل لجان وتحقق بالانتهاكات؟ والحقيقة اللي تحاسب هم المحتجين والمتظاهرين لاسباب شتى. هو الاستاذ فرق زيدان اعلن بانه بامكان الامنيه ان تلقي القبض على اي مجموعه في الشارع العام. طيب. بسبب تجمهر وتعريض الامن العام للخطر والى اخره من مواد اخرى هو يعني يتخيلها، ومحاوله انه يجنب الميليشيات. نعم. والرطب، وقد اعلنت بالفعل عن استهداف هذه المتظاهرين مجموعات قياده الحكيم ايام المذبحه اللي وقعت بالنجف. نعم. المتعلقه بمرقد الحكيم. نعم. ومقتدى الصدر عندما اعلن بانه كل القتل والاستهداف اللي حصل ضد المتظاهرين هو جره اذن. هذه قيادات هي ميليشياتيه وحزبيه أقرت باستهداف المتظاهرين والمحتجين. طيب. ونعتقد وكل الريان عام يعرف انه القيادات الامنيه هي الان بامره وتوجيه الجهات الميليشياتيه يعني تابعه للفصائل الحشد وغيره. استاذ كامل، على ضوء الاستشراف، تعتقد ان موضوع ضبط السلاح يمكن يعني ان تنجح هذه العمليه، خاصه سلاح الميليشيات والعشائر؟ تعتقد ذلك؟ لا. لا، مستحيل في ظل الاوضاع الحاليه، خاصه بعد صدور قانون الحج الشعبي والنهايات المفتوحه وعدم تعريف من هو الفصيل، من هو
العنصر الحشدي وقياساته وتركت الى انظمه وتعليمات يعني لا يمكن لاي محكمه ولاي قاضي في العراق وخارج العراق ان يعرف من هو الفصيل او من هو العنصر الحشدي الذي بامكانه ان يحمل السلاح ونوع السلاح. يعني هذا القياسات كلها انكسرت بعد صدور قانون الحشد الشعبي. نعم. ولم يعد احد يميز من هو حشدي ومن هو بريء ومن هو عصابتي ومن هو موظف حامل سلاح وموجب اجازه، خاصه انه اعتبروا حتى العشائر الان اكو عشائر الحشد الشعبي دمجوها مع الحشد وسموها الحشد العشائري، وهذا انا اذا انتمي الى العشيره الفلانيه وهذه العشيره مسجله باعتبارها ضمن الحشد فبامكاني ان اقول انا حامل سلاح لاني من العشيره الفلانيه وهي طيب. تعتبر ضمن تشكيلات الحشد. استاذ كامل اذا ببساطة يعني. نعم اذا كنا نبحث عن الاسباب، يعني اذا كان الهدف هو فرض الامن في الشارع العراقي في هذه الحالة، لماذا لم تحاسب القيادات الأمنية الكبيرة وقادة الميليشيات في موضوع قتل المتظاهرين؟ ما سبب في ذلك؟ صعب الموضوع، يعني لو تلاحظون أن البيان اللي صدر مجلس القضاء صدر بناء على اجتماع مع الأعرجي قاسم الأعرجي ومع الساعدي عبد الوهاب الساعدي والقيادي الآخر المسؤول الأمن الوطني اللي هم منحوا الاذن الى فائق زيدان بان يعلن بانه بالفعل باشر باجراء اصدار اوامر قبض واستخدام لبعض القيادات الامنيه والعسكريه. نعم. الغايه منها حتى للتغطيه عن القيادات المرتبطه بالميليشيات والاحزاب اللي عندها اسلام يعني حاده. نعم استاذ زيدان هو يعرف من كيف يتحرك حتى لا يثير غضب كل هذه التشكيلات الاجراميه اللي اختلطت على العراقيين وغير العراقيين. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.